اوكي يا شباب، هسه احنا حكينا انه بدنا ناخذ التو دايمنشنال روتيشنز اوف ا بوينت ان سبيس وذ ريسبكت تو وان ريفرنس بلين. اوكي، رح نفترض انه عندنا تو دايمنشنال روتيشن اوف ا بوينت ان 3 دي سبيس. اوكي يا شباب، يعني بنحكي 2 دي ان 3 دي سبيس اوف ان انجل اوف ثيتا. تفضل. كيف؟ انا عارف انا قاعد بقول لك هون هاي اضافات وقاعد بدي اوصل لكم معلومات اضافيه حتى تكون المعلومه لكم واصله. اوكي، هاي اضافات، ضفت اضافات وبعدين تبعت الاول روتيشن كامله، بس بدي اغطي لكم بعض الفترات. بالتالي هون نشان اللي هي بدنا روتيشن مقدار ثيتا اباوت الثيرد اكسس، بالتالي بدي يكون عندي تو اكسس هون ب 3 دي، والثالث اللي هو موجود بدنا نعمل عنه روتيشن اباوت الثيرد اكسس اللي هو اوف ذا ريفرنس فريم. وبالتالي بيطلع عندي 3 كيسز، هاي هن الموجودات عندي. كون عندي 3 دي معناته عندي اكس واي وزد. اوكي، بالتالي بيكون مره اكس واي اباوت البوزيتيف زد اكسس، ومره ثانيه واي زد اباوت اللي هي الاكس اكسس، والثالثه اللي هي اكس زد اباوت مين؟ الواي اكسس. ويوم نيجي نطبق هذول الروتيشنز، وهذا امر مهم هنا شامه، حبيت ارجع هون حتى اضيف لكم تو رايت هاند رولز. تو رايت هاند رولز، انزل يا عمر. مثلا وايد فوق شوي، وايد كلمة وايد تطلع شوي. ايوه، يوم نيجي نطبق الروتيشنز هذول بدنا نراعي اللي هي الرولز التالية. اول شيء الرايت هاند رولز فور كروس برودكت او فيكتور مالتيبليكيشن. اوكي نشامة، هاي نشامة عبارة عن ايش؟ بنعتمدها حتى نحدد الاكسس تبعت 3D فريمز، الفريم اللي عندي. اوكي يعني شامة، وبالتالي عندنا الكارتيجيان كوردينيتس يعني شامة اللي هي عادة بتكون x cross y is equal to z. اوكي، بالتالي كيف نطبقها؟ بقول لك point الاندكس فينجر باتجاه الفيرست فيكتور اللي هو x، والثاني الميدل فينجر باتجاه الواي، واخر شيء الثم فينجر وين؟ باتجاه الريزلت، الريزلتنت فيكتور اللي هو الزد. وبالتالي يا شباب يوم نيجي نطبق هاي ضروري نطبقها حتى نحدد الدايركشن. يعني عندي انا بقدر افترض الاكس والواي باي دايركشنز، بس الدايركشن تبع الزد بده يكون ديكتيتد من مين؟ من حاصل ضرب الكروس برودكت تبعها. اوكي؟ من حاصل ضرب الكروس برودكت تبعها. وبالتالي اذا اجينا طبقنا يا شباب هاي 3 بوينتس تبعات مين؟ اللي هي الرايت هاند رول فور فيكتور مالتيبليكيشن، بيطلع عندي الاكسس بالبروبر دايركشن كلهم في البوزيتيف سنس. هذا حتى نولد اكس واي زد وكلهم في البوزيتيف سنس. اذا بتلف لي الواي هذا زي معظم الكتب بيطلعوا لك اياه برا او اي اتجاه ثاني، ها ما بيكون الرايت هاند رول وكله في البوزيتيف سنس، بيكون شيء منه بوزيتيف وشيء منه ايش؟ وشيء منه نيجاتيف سنس. وبالتالي يا نشام بقول لك هاي ملاحظه مهمه، حتى بقى في ناس منكم يمكن يوم يتفرج على الرول هذا، يوم يتفرج على الفيجر هذا بقول لك عومه. شو اللي بصير؟ خلصت الغياب؟ هسه بده يغير ان شاء ما يغير. اوكي، بعد ما تطبق هذول الرولز بقول لك تعال امسك ري ايدك از ريجيد بودي. ريجيد بودي يعني ايش؟ يعني 1 يونت. 1 يونت، ولفها زي ما بدك بشكل انك ايش؟ ما تغير بالدايركشنز تبع هذول، لف زي ما بدك از 1 يونت. اوكي؟ وبعدين افترض الاكسس بيظل الاكسس نفسه، وهذا اللي حصل وين؟ هذا اللي حصل هون. لاحظ انا عندي هون يا نشامه الاكس والواي عباره عن هن الاوبوزيت تبع اللي هن هون، يعني الاكس جاي بالاتجاه هذا والواي جاي بالاتجاه هون والزد ده سين. معناته هل الفرق بين هذا وهذا عباره عن الفريمز هن عباره عن روتيشن اوف 180 ديجريز بلس اور ماينس ولا لا؟ صح ولا لا يا هشام؟ يعني هاي الرايت هاند رول اذا بطبق عليها هذا الرول، وعاده بنلف بزوايا اللي هي ياما 90 بلس اور ماينس او 180 بوزيتيف اور نيجاتيف. وبالتالي يا هشام بعد ما نطبق الرايت هاند رول لف الايد كلها وبتظل البوزيتيف سنس هو دائما شغال. وبالتالي يا هشام لاحظ هاي الاكس هون صار الاكس بالاوبوزيت دايركشن، الواي بالاوبوزيت، والزد ظل اللي هو نفس عشان الروتيشن. انا بقدر الف هون بقول لك ايش؟ بيرفورم ذا روتيشن اباوت الثيرد. اوكي يا شامه، تقدر تلفها اوكي اباوت النيو اكسس، وبالتالي اللي هي ما بياثر الحكي هذا.
طيب معناته يا نشامة خلال كل تطبيقاتنا بدنا نحافظ على هاي الرسمة لمين؟ للرايت هاند رول في 3D space. بنحافظ على هاي الرسمة للرايت هاند رول في 3D space. هاي فيما يتعلق بمين؟ بما يتعلق ب بما يتعلق ب اللي هي الرايت هاند رول فور فيكتور مالتيبليكيشن. طيب خلينا نشوف السكند رايت هاند رول. انزل يا عم. هاي السكند هاي رايت هاند رول بقول لك اللي هو الكيرل. سامعين فيه كيرل؟ اللي هو تبع التيار والمجال المغناطيسي. يوم يمشي عندك تيار في سلك، كيف اتجاه المجال المغناطيسي؟ اللي هو بالكيرل. وبالتالي الكيرل يا نشامه، اوكي، الكيرل رايت هاند رول هذا بنقدر نحدد من خلاله اذا كان في عندي دوران شو اتجاه الدوران، هل هو بوزيتيف او نيجاتيف. اوكي يا نشامه، بالتالي هي فور ذا ديتيرمينيشن اوف ذا ساين اوف ذا روتيشن ان 2 دي، اوكي، اوف ا بوينت ان 3 دي سبيس وين روتيتنج ات باي ان انجل اوف ثيتا. ولازم يكون الدوران حول مين؟ هاي نقطه مهمه. دائما زي ما حكيت قبل شوي، انا عندي 3 دي وبدي اخذ منهم روتيشن ب 3 ب 2 دي، وبالتالي بدي اخذ الثيرد بوزيتيف اكسس. وهون بركز على كلمه مين؟ البوزيتيف اكسس هو اللي بدي اخذه. بالتالي شو بقول لك هاي الكير رول؟ هسه رح نشوف الفيجر. بقول لك بوينت الثامب وين؟ باتجاه الثيرد بوزيتيف اكسس. وبعدين ايش؟ كير يور فينجر، اعجفهن اطويهن لفهن، اوكي، باتجاه مين؟ اراوند اللي هي انا الشرط باتجاه اللي هي ثيرد بوزيتيف اكسس اللي هو الثامب فينجر. وبعدين ايش يا نشام؟ اعمل لنا كيرلينج اراوند اللي هي بوزيتيف ثيرد اكسس. وبعدين انزل بقول لك ذا ريزلتنج روتيشن ان 2 دي سبيس ممكن تكون بحالتين، يا اما ايش؟ يا اما كلوك وايز يا اما كاونتر كلوك وايز. اذا كانت الروتيشن هاي الكير، اذا كانت بالكلوك وايز او سوري بالكاونتر كلوك وايز دايركشن اباوت مره ثانيه وثالثه وعاشره مين؟ البوزيتيف ثيرد اكسس، ذن ات ويل بي كونسيدرد از وات ثيتا. هاي بلفها از ا بوزيتيف فاليو. بينما اذا كانت الروتيشن اللي سويناها طلعت معاي بالكلوك وايز، اوكي نشامه، معناته الروتيشن هاي راح تكون شو؟ نيجاتيف. واضح يا نشامه؟ طيب تعالوا معاي وخلنا نشوف يا نشامه الثلاث حالات اللي عندنا. انزل هسا هاي حطيناها هذيك المره، وخلنا نشوف اول حاله. هاي حاله مين؟ الروتيشن اباوت الزد. كنا بنحط بدنا نستخدم هون الكير، اوكي، بنحط ايدينا اللي هو الثامب وين؟ باتجاه الزد، وبنلف. معناته اللفه هيها صح ولا لا؟ هل هي كلوك وايز ولا كاونتر؟ كاونتر كلوك وايز. بالتالي كانت الانيشال انجل تبعت البوينت بي 1 5 صارت 5 بلس ثيتا. وبناء عليه مشينا بالتحاليل وينزل يا عمر. مش راح اعيد التحاليل. هاي كلياتها مشينا فيها وطلعنا وخلصنا منها. وصلنا بس هون انزل. ايوه هون وصلنا صح؟ طيب هسه بدنا نساوي نفس الشيء لمين؟ about the positive x-axis. about the positive x-axis في ال xy في ال yz plane. اوكي نشامة؟ بالتالي بدنا نفترض برضه ال two points ونيجي نمسك ننزل على الفريم. وين؟ هاي. هاي نشامة، احنا بدنا نلف باتجاه مين؟ نحط ايدينا باتجاه ال x اللي هي لبرا، وبعدين بعمل كيرلينج وبسوي اللفة. شو اللفة؟ هاي مبينة عندك هون. كلوك وايز ولا كاونتر؟ كاونتر كلوك وايز، معناته شو مالها؟ بوزيتيف، وضعت يا نشامه بوزيتيف، معناته مرة ثانية كان عندي هاي الواي زد، هاي الواي زد، عملنا له هون من 3 دي ل 2 دي، الواي زد كانت عندي بي 1 هون صارت بي 1 بي 2 هون، وبالتالي كان عندي الانيشال انجل 5 وصارت الفاينل انجل 5 بلس ثيتا. اوكي نشامه، عشان الثيتا هي عبارة عن بوزيتيف هون، وبالتالي نشامه هاي الحالة ستيل الثيتا ستيل بوزيتيف. طيب هون يا نشامة اطلع يا عمر. لا اطلع، انا قصدي للقبل. اوكي، وبالتالي يا نشامة زي ما حكينا في الحالة السابقة بحصل هون. وين الايكويشنز تبعات اللي هن الروتيشنز؟ هي
اللي هن y وزد y1 وزد 1 اوكي واي 2 وزد 2 وبالحاله هاي كم انا قاعد بعمل روتيشن اباوت مين فليكس اكسس اكس از فيكس ما بتختلف اوكي نشامه وبالتالي بنسوي نفس البروسيجر بنعبر عن ار واي 1 اوفر كوساين وار زد 1 اوفر اللي هي ساين وبنفرط هذول زي المره الماضيه كوساين كوساين ماينس اللي هي ساين ساين وهاي نفس الشيء اوكي نشامه وبالتالي بنفرط هاي وبالنهايه ينزل يا عمر هينا مشينا فيهن هينا فرطناهن هون عوضنا محل الار هاي شو قلنا الهدف انه نلغي مين نلغي فاي والار ما بدنا الار فاي والار اللي هي الانيشال كونفيجريشن تبع بي 1 فاي والار بدنا نلغي وبالتالي صفوا معنا ايش صفوا معنا يوم عوضناهن هاي الفاينل فورميليشن هل هي ديبندنت اللي هي احداثيات واي 2 ديبندنت على احداثيات بي 1 اللي هي واي 1 وزد 1 والثيتا ولا لا معناته هذا اول اللي هي الواي 2 طيب خلينا نكمل بخصوص مين بخصوص زد 2 برضه زد 2 من الايكويشن اللي فوق هي هاي نفرطها بتطلع معي ساين كوساين ساين كوساين والفرق بينهم الساين هون عباره عن بوزيتيف وبالتالي بنعوض الار اوكي عشان بعد ما وزعناها وبالتالي بتلتغي وبصفي عندي زد 2 عباره عن اللي هي فانكشن اوف زد وواي ومين اللي هي ثيتا والاكس شو قلنا نفس اوكي يا شباب طيب انزل معناته اسمع علينا غير نجمع مين نجمع الثلاث معادلات مع بعض هاي بالايكويشن فورمات بس احنا يا نشامه واذا بتتفرجوا لي هون هل تحقق الهدف اللي هو موجود هون انه الانيشال كونفيجريشن تبع الكون بي 1 اللي كنا معبرين عنه ان تيرمز اوف الراديوس ان تيرمز اوف الانيشال انجل طار اللي هي فاي اند ار صار كلياته P2 in terms of P1 كل الرايت هاند سايد P1 and مين؟ اللي هي ثيتا طيب يا شباب هذا الايكويشن فورمات كيف بدنا نعبر عنه وين؟ بالماتريكس فورمات انزل هيها الايكويشن بتقول لك P2 is equal to Rx في ايش؟ P1 واللي هي P2 الاحداثيات تبعتنا X2 Y2 Z2 و P1 احداثيات النقطة اللي هي P1 اللي هي X1 Y1 وZ1 وهذول يا شامة اذا عايز متذكرين احنا قاعدين بنعمل روتيشن اباوت وات الاكس قلنا لك يوم يكون روتيشن اباوت اللي هي الاكس وين الاكس بعد بتاخذ اول رو اول كولوم اول رو اول كولوم كل الاليمنت في اول رو اول كولوم كلهم زيروز ما عدا مين الديجونال الديجونال اللي هو 1 1 كان في المحاضره الماضيه ارجع فوق شو كان ارجع خلينا نشوف بس عشان الشباب يكحلوا عيونهم وينهم ايوه هيا كان هي لاست رو لاست كولوم وكان ديجونال هول A3 3 هو هو اليونيت والبقيه ايش؟ صفاء واضح هنا شامه؟ اوكي طيب هسه ارجع محل ما كنا بنيجي للحاله الثالثه وين؟ هاي الحاله الثالثه يا شباب الحاله الثالثه اللي هي عندي نفس الشيء اوكي انزل يا عمر ايوه هاي الحاله الثالثه هاي اللي فيها خلف اخلاف وهاي اللي معظم الكتب ما بتغطيها ولا بتعبر عنها انه كيف اجت المعادلات تبعت الروتيشن ماتريكس كله بقول لك سيميلارلي وببين لك اياها عشان هيك انا حبيت عباره عن اكتب لكم الرولز قبل اللي تكون فاهم كيف عباره عن اجت اللي هي المشكله اللي عندي هون طيب تعال معه هل هذا هو نفس الرايت هاند رول اللي حكينا عنه قبل شوي هل غيرنا؟ هل طلعنا الواي لبرا؟ هل هو نفسه؟ نفسه. عن زادك يا جحا ما غيرنا ولا ايش. بس هذاك كان سوليد لاين هون سميناه ايش؟ داش لاين مش فارق. هون نشوف الروتيشن اباوت وات احنا قاعدين نسويها. الواي اكسس. طب تعال حط ايدك حول مين؟ حول الواي اللي ماشي جوا وتخيل هل الروتيشن تطلع بالكلوك وايز؟ صح؟ معاي شباب ولا لا؟ هذولاك كامل كل الاثنين هذول كان يوم يسوي الروتيشن يطلع معنا وين؟ بالكاونتر كلوك وايز عشان كنا نعطي الثيتا ايش؟ بوزيتيف الانيشال ثيتا الانيشال انجل تبعت بي 1 كانت تكون فاي وتبعت بي 2 كنا نضيف عليها ثيتا عشان الثيتا بوزيتيف تصير فاي بلس وات؟ ثيتا هون اختلف الاخلاف هاي بي 1 صارت بي 1 اللي هي هون وبعدين ايش؟ لا
دخيناها نتيجة هاي هيك تخيل، اوكي؟ وهذا من اول مجموعات مين؟ المجموعة المساندة والتعزيز، بدي عبارة عن الرسمة هاي تحكي لحالها. وين الانتحاريين اللي معاي؟ بدي تصوروا طلعوا لي هون رسمة 3D اللي تحكي لحالها، اوكي؟ مش لما كل هذا الرسم 3D طلعوا لي اياه بحيث يكون مرتب، انه عبارة عن حطينا ايدي باتجاه اللي هي الواي، وبالتالي صار الروتيشن بالكلوك وايز دايركشن. معناته ايش؟ معناته الساين تبعتي هاي شو مالها؟ ماينس ثيتا. وهذا ماينس ثيتا احنا قلنا لك هون بالماينس عشان بناء على الساين كونفنشن. فعليا هون هل بي 1 كان عندها الانجل 5 وبي 2 صار الانجل 5 ماينس ثيتا ولا لا؟ بالتالي حطينا لك اياها فروم جرافيكال بوينت اوف فيو، فروم رايت هاند رول بوينت اوف فيو. وضحت النشامه ولا لا؟ واضحه هاي؟ هاي عباره عن دوروا لي على الكتب والكتب اللي بالريفرنسز، اذا بتشوفوا اي كتاب بغطي هاي الروتيشن اباوت مين؟ الروتيشن اباوت الواي، بوضح لك التفصيلات هاي اللي تجيب لي اياه له علامه. علامه. روحوا على الكتب اوكي وطلعوا لي الريفرنس بوكس وشوفوا لي اذا اي كتاب بغطيها له علامه يا نشامه. وبالتالي هاي عباره عن وضحت ليش هون اللي هي عندي ماينس ثيتا ولا لا يا نشامه؟ فروم جرافيكال انا قللت الزاويه، وفروم رايت هاند رول والكيرل رايت هاند رول انا لفيت وين؟ بالكلوك وايز دايركشن. وبالتالي صارت عندي الحسابات انزل هاي. لاحظ احنا بلشنا باي بالبي 1 وبعدين عند بي 2 لاكس 2 واي 2 شو صار؟ باي ماينس ثيتا الان. اوكي نشامه؟ والواي تيتيتيخي صح؟ اوكي وبالتالي نفس البروسيجر نفس البروسيجر انزل بنعوض الار وبنشطبها وبنحصل على وين؟ بنحصل هاي على الايكويشن تبع اكس 2 وبرضه بنمسك السكند ايكويشن تبع زد 2 بنعوض فيها الار بالطرفين يوم نفردها وبعدين بنحصل على زد 2 اخر شيء وين؟ الواي بتضلها نفسها. وبعدين تعالوا معي هسا لا خليك هسا عندي هون كوساين الماينس ثيتا وساين الماينس ثيتا وهون نفس الشيء. انتم متذكرين هاي القواعد صح؟ ان الكوساين تبع النيجاتيف والبوزيتيف هو عباره عن ايش؟ نفسه. والساين تبع البوزيتيف والنيجاتيف عكسه. متذكرين شو ايش اسمه الاود فانكشن والايفن فانكشنز؟ وبالتالي نشامه هاي اذا جينا عوضناها التريجونومتريك فورمولاز هذول هون بنحصل على الفاينل اللي هو هي. وبعدين بنعيد كتابته هون في ميسنج اللي هي اللي مش موجوده مش مبينه مثلا الاكس والواي او الاكس والزد مش مبينه بنعوض على اي شيء مش موجود بنحط محله ايش؟ زيرو كوفيشن. وهذا الايكويشن فورمات وبالتالي اخر شيء بدي اعبر عنه بالماتريكس فورمات اوكي بنحصل على هاي الايكويشن بي 2 از ايكوال تو ار واي في بي 1 وانزل وهاي عباره عن الار واي اوف ثيتا. طيب مرة ثالثة عبارة عن شو قلنا عن اللي هي وين بنصادف الزيروز والونز؟ هون يا نشام هيو بناخذ السكند كولوم والسكند رو، أنا بحكي عن الواي، معناته الواي ترتيبه الثاني. سكند كولوم وسكند رو وإيش؟ وبناخذ يا نشام كلياتها تصير زيرو ما عدا الديجونال ليمنت اللي هو مين؟ إيه؟ 2-2 أو آر 2-2. وبالتالي يا نشامه هيك بكون عرفنا 3 روتيشنز اوف ابورت اوكي ان ا بلين. اوكي نشامه واي روتيتنج ات ان 3 دي سبيس اباوت ثير بوزيتيف اكسس. وضحت يا نشامه؟ وضحت يا نشامه؟ احنا هون مش كل شغلنا لحد هسه روتيشنز يعني بناخذ بس 2 دي بس احنا موجودين ب 3 دي بس روتيشن اباوت اللي هي ثيت اكسس هون اللي بنعمل حول الروتيشن. بالتالي نشان هسه انزل يا عمر ايوه بدنا حطيناكم حتى عباره عن ما يظل عندك بالذاكره شيء وتصير نقارن بدنا حطيناكم 3 روتيشن ماتريسيز تحت بعض حتى نشوف المقارنات. هسه احنا عرفنا انه ار اكس معناته زيروز ما عدا هون 1 وار واي زيروز ما عدا هون 1 وار زد زيروز ما عدا هون 1 بضل عندي معناته هاو ماني اليمنتس ار نون 5 أربعة منهم صفار وواحد واحد بضل عندي هاو ماني اليمنتس من الناين؟ أربعة.
الأربعة هذول عبارة عن إيش؟ ساين أور كوساين وذ وسيمبلي ساين. ركزوا معاي، ساين أور كوساين وذ أ بوسيبل ساين. شو البوسيبل ساين الثانية؟ الإشارة، مش الساين. الساين أوف كوساين أسامي الحروف بخذكم. It's a sign or cosine with a possible sign. يعني ممكن تكون negative or positive. لاحظ يا نشامة، وين السيميلاريتي؟ هل الاكس والزد الكونفيجريشن بس شفتت؟ لاحظ الاكس والزد اللي اخذناهم في البدايه، هل هن عباره عن هاي حولناهم من هون عملنا لهم شيفت هون؟ لاحظ هل النيجاتيف ظل اللي هي التوب رايت؟ صح. هذا مين؟ الاكس والزد. ليش؟ عشان انه كان الروتيشنز بالكاونتر كلوك وايز. وحتى نشامة، بينما الواي تعال لمهن على بعض، لو لميتهن على بعض هل بتلاقي انه الدياجونال هون الاوف دياجونال عباره عن اشارات اكسشينج مع هاي ومع هاي؟ صح. هذا فيش مين؟ نتيجه انه صارت وين؟ بالكلوك وايز دايركشن. وضحت يا نشامة؟ وبالتالي هذا عباره عن اللي هي ايش؟ اللي هي 3 روتيشن ماتريسيز، هذول الاساس يبقى نعتمد عليه لقدام. هذا عباره عن زي من يوم البيبي يصير يحكم، لسه ما فتينا ولا غمصنا بالماده. اوكي؟ بس هذا الاساس اللي بدنا نمشي عليه حتى لقدام نبني. طيب سؤال بيطرح نفسه هسه بخصوص السؤال. اوكي، طب لو اجيت وعباره عن ايش يا نشامة؟ اجيت مسكت الفريم اللي عندي، اول حاله لفيت حول الاكس وبعدين لفيت حول الواي وبعدين لفيت حول الزد. هل بسوي مالتيبليكيشن لهذولا؟ بصير عندي ثلاثة لازم اضربهم، صح ولا لا؟ لو جيت مسكت سويت 3 روتيشنز ورا بعض، يعني جيت حول الريفرنس فريم لفيت مثلا حول الواي، بعدين لفيت راندوم حول الزد، وبعدين رجعت حول الاكس، هل نتيجة الحكي هذا راح اضرب ال 3 ماتريسيز هذول بسيرتن اوردر؟ يس، الاوردر راح ناخذه بعدين، ولكن انا قاعد بقول لك هذا هو راح يصير معنا في قدام شوي. وين؟ في الروبوتكس لقدام. احنا لسه قاعدين ناخذ بس عباره عن فشل اساس. هاي بتستخدم في الامج بروسيسنج بشغلات كثيره اللي هي ترانسفورميشن ماتريسيز والروتيشن ماتريسيز. ولكن هون يا نشامة اذا كان عندي الروتيشنز مش اباوت وان سنجل اكسس، يعني 3 سبسيكونت اكسس، معناته بدي اضرب ايش؟ بدي اضرب ال 3 روتيشنز بالحاله هاي رح يطلع معي ماتريكس. صح. يوم تطلع معك الماتريكس هاي رح تطلع لطيفه زي هذول ولا رح تطلع جراره؟ رح تطلع جراره ولا لا يا نشامة؟ جراره. طيب اذا انا اعطيتك مثلا 10 حالات لثيتا، طبعا هون مش شرط الثيتا تكون نفسها. يمكن اقول لك الار اكس ثيتا 1، الار واي ثيتا 2، والار زد ثيتا 3. وبالتالي رح يطلع عندك الريزلتنت ماتريكس اللي هي نتيجة الثلاث روتيشنز in terms of as a or a function of theta 1 theta 2 theta 3. وهاي راح تطلع تيجي تقول الالمنتارة وتحط سميه مثلا R11 وتحط هون قيمته، عشان انه ايش؟ الماتريكس هاي يوم تيجي تدخلها على equation editor مش راح تسع، راح يطلع جرارات، راح يطلع قاطرة ومقطورة. اوكي يا نشامة؟ هذا بيفهم بشغلات الشوفيريه يا نشامة، القادره والمقطوره. وبالتالي هون يا نشامة بتيجي اهميه ايش؟ لو جيت قلت لك عوض لي بالله 5 حالات لثيتا 1 و5 حالات لثيتا 2 و5 حالات لثيتا 3، ايش بيطلع معك كومبانيشنز؟ 125. طيب تيجي بدك على الماتريكس الجراره هاي، معناته هاو ماني اورز اور دايز حتى تحسب لي اياها؟ وبعدين اذا طلع حلك صح، معناته عشان هيك احنا قلنا لك شو؟ شمر عن جرعانك في الماتلاب وخلينا احباب. وبدك تشتغل لي ايش؟ كلمه. يلا بدنا نقر ايش؟ مش سيموليشن. سيمبوليك مانيبوليشن. الك علامه يا عمر، نقط حالك. بدك تستخدم لي السيمبوليك انه تطلع لي اياها ان جنرال، وبعدين يصير تقول عوض وطلع. اوكي نشامة، عشان هيك
انا ما باجي يعني عندك حل من الحلول انك تصير تعوضها هون كل حاله قيمتها وبالتالي بتطلع معك انت قاعد تتعب حالك، وبالتالي الاصل انك تستخدم السيمبوليك مانيبوليشن، وهذا راح نستخدمه، وهذا هو الكور تبع اللي هي الواحد من البروجكتس اوكي اللي عملت لكم اياها في الكورس سيلبس، حيث انك تطبق لي كل شيء بناخذه تطلع لي للمانيبوليتر شو البوزيشن تبع الاندفكتر ان تيرمز اوف اول اوف ذا فاريبلز اوف ذا مانيبوليتر. وبعدين ناخذ حالات خاصه انه هاي طولها هالقد وهاي طولها هالقد والانجل هالقد والانجل هالقد. وضحت؟ وبالتالي انا بدي اطلع شيء جنرال وبعدين اخذ حاله منه سبستيوشن حاله خاصه افترض. وضحت يا شباب ولا لا؟ طيب هسه يا نجاب اذا بتتفرجوا لي هو هذول 3 روتيشن ماتريسيز اللي بنحصل منه الكوردينيت تبع مين؟ النيو بوينت اللي هي بي 2 as a function of مين؟ بي 1 ومين؟ والروتيشن انجل اللي هي ثيتا. هذول شو مالهم؟ الهم مجموعه من مين؟ من الخصائص وليس النقائص. اوكي هذول يا نشامه بقول لك تعال على اي كولوم او اي رو. اوكي نشامه هل عبارة عن الماجنيتيود تبعه يونيتي؟ هل الماجنيتيود تبعه يونيتي ولا لا؟ اي رو او اي كولوم الماجنيتيود تبعه ايش؟ يونيتي. اوكي يا نشامه وبالتالي هاي اول وحده. ثانيه بقول لك كل رو او كل كولوم متعامد بيربنديكولار او اورثوجونال مع مين؟ مع الثانيات. اوكي يا نشامه متعامد مع الثانيات يعني بتساوي الدوت برودكت لاي كولوم مع نفسه بيطلع واحد، والدوت برودكت للفيكتور اللي هو اي كولوم او اي رو مع الثاني بيطلع زيرو. اوكي يا شباب وبالتالي هاي بنسميها اورثو نورمال ماتريكس، الروشيش الماتريكس بنسميها اورثو نورمال اللي هي ماتريكس، وهاي راح نجيها برضه بالتفصيل هاي المواصفات باذن الله تعالى لقدام ونزل يوم. ايوه هسه راح نيجي شوي نعمل لكم روتيشن بالدماغ تبعكم. احنا كل اللي ناقشناه لغايه الان شو هو؟ انه عندي بوينتس ان سبيس او بوينت ولفيناه حول مين؟ 1 ريفرنس فريم صح؟ هسه بقول لك روتيشن اوف 2 ريفرنس فريمز وذ ريسبكت تو ايش اذر. بدنا نيجي ايش؟ اوكي نشامة نيجي ناخذ 2 ريفرنس فريمز ونيجي نعملها الروتيشن وذ ايتش اذر. طيب ليت اس كونسيدر ذير ار 2 اوريجينالي كونسيدنت فريمز. يعني شو يعني؟ هذول الفريمز اللي هن فريم A وفريم B. اوكي نشامة فريم A الو اليونت اكسس اكس A واي A وزد A، وهي الطاقية معناتها يونت يعني الو ماجنتيود يونت. فريم بي واي بي وزد بي وواي اكس بي واي بي وزد بي. بقول لك هذول التو فريمز شو يعني كونسيدنت؟ يعني لا مش نفس الاوريجن جايات فوق بعض، يعني اكس اي فوق اكس اي واي اكس اي فوق اكس بي واي اي فوق واي بي وزد اي فوق زد بي والاوريجنز نفسه يعني كونسيدنت يعني متطابقات يعني ما بتميزن في بعض جايات طبيب لازم فوق بعض. اوكي كونسيدنت يعني جايات فوق بعض. طيب after being coincident frames one of the two frames is rotated with respect to what? to the other. اوكي انزل يا عم. بالتالي احنا بلشنا ايش؟ بلشناهم بايش يا شباب؟ منهم كان المتطابقات يعني كان هذا فوق هذا وهذا فوق هذا وهذا فوق هذا والاوريجنز اوريدي معروف انه كونها متطابقات بده يكون الاوريجن ذا سيم بالتالي كونسيدنت. جينا لفينا لفينا فريم بي حيث انه صار فريم بي ديفرنت فروم فريم بي. وضحت؟ طيب انزل التو فريمز there are two forms of the description of the rotation of each frame with respect to اللي هي ايش؟ other. أول حالة description of rotation of frame B with respect to ايش؟ frame A. هيها بقول rotation of
فريم بي with respect to A. يعني اللي بكون الأبر اللي هو هون هو الريفرنس، والفريم اللي تحت اللي هو فريم تو بي روتيت. اوكي، بالتالي بتسق يوم نقول الرمز هذا ار بي اي، معناته بقدر اوصف او قاعد بتوصف الروتيشن اوف فريم بي with respect to مين؟ فريم اي. بالتالي this one is the reference frame، هو اللي قاعد انا بعمل عنه الروتيشن هو الريفرنس. بالتالي هذا بده يتكون من 3 فريمز او 3 اكسس لي اكس واي وزد، بس كلياتهم بي وذ ريسبكت تو اي، بي وذ ريسبكت تو اي، بي وذ ريسبكت تو اي. طيب احنا هون نشام الار ستيل روتيشن ماتريكس، والروتيشن ماتريكس اخذناها قبل شوي انه اتس 3 باي 3 صح؟ اتس 3 باي 3 يا نشام. معناته يا نشام شو اللي لازم يصير؟ اوكي يا نشام، هون اكس بي اي واي بي اي وزد بي اي. اوكي، وبالتالي يا نشام هون بقول لك ايش باجي بمسك، اوكي اللي هي الاكس اي، وبعملها بروجكشن حول مين؟ حول اكس بي واي بي وزد بي. اوكي، بعمل البروجكشن هون يا نشام. عاده اليوم بدنا نيجي نطلع يا عمر فوق، يوم بدي احسب، لا قصدي خلينا نشوف الفيجر، يوم بدي احسب بعمل البروجكشنز، بعمل البروجكشن لهاي اللي هي اليونت فيكتور، بعمل البروجكشن وين؟ هون، بعمل البروجكشن هون، وبعمل البروجكشن على الثيرد اكسس، وبالتالي البروجكشنز هي اللي بتطلع لي النيو فاليوز للالمنتس اللي عندي في الروتيشن ماتريكس. وحتى انا شامه بالتالي بدي اسوي البروجكشنز ماثيماتيكال، شيء هي دوت برودكت. بالتالي يا نشام انا قاعد بلف مين؟ انزل، قاعدين بنعمل روتيشن اوف بي وذ ريسبكت تو اي. اوكي يا نشام، بالتالي بدك تاخذها روز، تيجي بتمسك الاكس اي وبتعمل له بروجكشن لمين؟ لمين يا نشام؟ لا اللي هي بتطبقوا اكس اي بتعمل له بروجكشن على اكس بي وعلى واي بي او على ايش؟ وعلى زد بي. او الحاله الثانيه يا نشام بتثبت الاكس بي وبتعمل بروجكشن لاكس اي اللي بدك تاخذها كولز، اكس اي بروجكتد على اكس بي، واي اي على اكس بي، وزد اي على مين؟ على اكس بي. الثاني هون بتثبت الواي بي وبتعمل بروجكشن للثري اكسس تبعت مين؟ الاي فريم. والثالثه بتثبت مين؟ بتثبت الاكسس تبع الريفرنس فريم، بتعمل بروجكشن للثري اكسس تبعت مين؟ الاي فريم. بعيدها هون بنثبت الاكس اكسس تبع مين يا نشامه؟ الريفرنس فريم، وبنعمل بروجكشن لمين؟ للثري اكسس تبعات مين؟ اي على مين؟ على اكس. الحاله الثانيه بنثبت مين؟ اللي هي الواي بي اللي هو الريفرنس فريم، لازم يكون واي بي، وبعمل بروجكشن للثري اكسس تبعات مين؟ الاي. واخر حاله هون زد بي، معناته لازم يكون زد بي موجود، وبالتالي بعمل بروجكشن للثري اكسس تبعات مين؟ اللي هي الاي على وين؟ على زد بي. وبالتالي هاي ان شاء الله بتطلع لي ايش؟ بتطلع لي عباره عن ايش؟ اللي هي الروتيشن ماتريكس هاي. اوكي نشامه؟ وبالتالي هون نشامه اذا بتلاحظوا هل عباره عن لو عملنا ترانسبوز لهذا هل بيطلع الكولوم ها؟ صح؟ لو عملنا ترانسبوز للفيرست رو هل بيطلع الفيرست كولوم؟ صح؟ اعمل ترانسبوز، عارفين شو يعني ترانسبوز؟ بس العكس يصير الروتيشن غلط، الريفرنس بي مش الريفرنس هاي. تعال معي هون لو يجينا عملنا ترانسبوز، اوكي شو اللي بصير؟ انه بصير هون نشامه هاي عباره عن صار هون ايش؟ اكس اي واي اي اللي هي اكس اي ثابته، ومين؟ واي او اكس بي، واي بي وزد بي. وبالتالي هل عباره عن الروتيشنز هذول عباره عن ايش؟ انقلبن اللي هي صار بدل ما تكون هون بي وذ ريسبكت تو اي، شو صار؟ اي وذ ريسبكت تو بي ترانسبوز. وحتى نشامه وبالتالي اذا جينا مسكنا السكند عملنا له ترانسبوز برضه بصير الريفرنس مين؟ بصير هيو عباره عن انا قاعد الريفرنس اللي هو الواي اي، وبالتالي
اللي هو انا قاعد الواي اي ترانسبوز with respect to مين اللي هي البي فريم، واخر واحده اذا مسكت اخر واحده اللي هي اخر واحده وعملت لها ترانسبوز بحصل على الفورمولا هاي، وبالتالي انا شابه. هاي هي الروتيشن ماتريكس اللي هي اهم شيء تعرفوا فيها انه ايش هي، عباره عن الدوت برودكت بين اللي هي تو يونت فريمز، تو يونت اكسس، سوري تو يونت اكسس اللي هو واحد تبع مين، تبع واحد من الاكسس اللي هو تبع الفريمز اللي هو اكس او واي او زد تبع اي، والثاني تبع مين، انذر اكسس تبع مين، تبع اللي هو فريم بي. وبالتالي عندي 3 اكسس تبع مين، تبع فريم اي، وعندي 3 اكسس تبع مين، فريم بي. معناته 3 multiplied by 3 combinations بدي يطلع معي 9 ايش 9 projections، بدي يطلع معي 9 projections. هذول هن 9 projections هن اللي بيعطيني اللي هن الروتيشن ماتريكس اللي بدي اياها. بعيدها للمره الاخيره ار بي اي، بثبت اكس بي واي بي وزد بي، بعمل البروجكشنز لمين، لا الفريم الاكسس تبعت مين، اي 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 على 3 اكسس تبع اللي هي الريفرنس فريم اللي عندي. واضح يا شامه؟ اي سؤال؟ ايش معنى الترانسبوز؟ كيف؟ ايش معنى الترانسبوز؟ ترانسبوز ترانسبوز لو كان عندك ماتريكس زي هيك 1 2 3 4 5 6 قلت لك اعمل لي ترانسبوز للماتريكس هاي، ترانسبوز انك تقلب، او بمعنى اخر اذا كان عندك اليمنت اي اي جي ترانسبوز ومطبق عليه بصير اسمه اي جي اي، يعني تقلب الرو بصير ايش؟ بصير عمود، الرو رو بصير كور. بالتالي هاي لو اطبق عليها الترانسبوز شو بصير عندي؟ 1 2 3 4 5 6. اوكي نشامه، هاي ترانسبوز يا نشامه. وبالتالي ترانسبوز اوبريتر هو عباره عن بقلب لك الماتريكس، كل رو بصير كور بنفس الترتيب، فيرست رو فيرست كور، سكند رو سكند كور، ثيرد رو لحد اللاست رو بصير ايش؟ بصير اللاست كور. وبالتالي خلينا نشوف الاحمر يا نشامه هون. اوكي this means that there will be three projections of the principal axis of what of frame B on the three principal axes of frame A. معناته بناء عليه زي ما حكيت راح يطلع معي ايش 9 elements. This will lead to a rotation matrix of 9 elements where each element of this rotation is a projection of one axis of frame B with respect on one axis of frame A. وهاي يا نشامة البروجكشن بروسيس هي بنعبر عنها as ايش اللي هي دوت برودكت بين ايش بين التو يونت فيكتور. لا تنسوا هاي الطاقيه عباره عن ماتو، بحكي عن ايش؟ عن يونت فيكتور، بحكي عن ايش؟ عن يونت فيكتور. طيب هسه لو بدنا نيجي نوصف بالشقلوب، احنا هون شو وصفنا؟ اطلع هاي ديسكريبشن اوف روتيشن اوف بي وذ ريسبكت تو اي. انزل يا عمر. هسه اي وذ ريسبكت تو بي بده يصير ايش؟ بده يصير الشقلوب، بده يصير عباره عن ايش؟ اللي هو الشقلوب. هون شو بنسوي؟ ال ار اي عباره عن هون هي ثبتنا اكس اي واي اي ومين وزد اي، وعملنا بروجكشن لمين؟ ذا 3 اكسس تبعات مين؟ ذا 3 اكسس تبعات اللي هي البي، عملنا لها البروجكشن على كل واحد من هذول. وقت نشامه بالتالي هي نفس المبدا بس قلبنا اللي هي عباره عن كونه بي اي كان هناك صار هون اي بي. اوكي نشامه. طيب هاي هي الروتيشن ماتريكس. انزل يا عمر. هسه بدنا نصل للنتيجه. تعالوا قارني لي هي 3 روتيشن ماتريسيز. اطلع يا عمر فوق. نقدر نبين الثنتين؟ ممكن. زخر انت ال تبين لي ال ار بي اي والار اي بي. اكبر شيء اللي هم يشوفوه الشباب القبل ولا القديم دكتور؟ مش فارقه من نفس الشيء. اوكي سام كبر لي شوي اللي يكون عباره عن اللارجست فيزبل بدون ما نفقد انه يكون الثنتين. اوكي تمام. اوكي نشام. هسا ترانسبوز شو واحدة من خصائصه؟ هل بدي اياك قلنا الالمنتس مختلفة؟ لا بتضلني ثابتات؟ ليش؟ عشان مش قلنا هون اي اي جي هي يساوي اي 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 جي اي؟
طب ما هو عديت ولا شو؟ يكون عندي ايش؟ اي 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 او اي جي جي، بالتالي اقلب اثنين اثنين شو؟ ما فرقش. طب تعال على الدياجونال هيا. طبعا هون الدوت برودكت هل بفرق مين اول ومين ثاني؟ ما بفرق. مش واحد يقول لي والله الدوت برودكت انا عندي هون اكس اي، لاحظ واحد يقول لي اكس بي في اكس اي، وهون بقول لك اكس اي في اكس بي، بفرق؟ ما بفرق، عشان عباره عن هو الدوت برودكت بقول لك الماجنيت الذهب، الماجنيت الذهب في مين؟ الكوساين للانجل اللي بينهم. وبالتالي نشامه هاي هاد تعال على الدياجونال، انا ملون لك اياها هون عشان ايش؟ عشان يوم عباره عن بالضربه القاضيه. اوكي نشامه، هاي الدياجونال هون وهاي الدياجونال هون، اذا انت سيف. طيب تعال الاخضر اللي هون هذا، هل صار هذا؟ وهذا الاخضر هل هو هذا؟ وهذا عباره عن هذا، وين بده يصير؟ بده يصير هون. هل هذا هو؟ طيب تعالوا على الازرق، الازرق اللي هون هو نفس اللي هون؟ يس. وعلى هذا اللي هون هو نفس اللي هون؟ وعلى اخر شيء هذا يشبهوها معناته ايش؟ هل هي ترانسبوز؟ صح ولا لا يا نشامه؟ اوكي، هاي عباره عن ايش؟ هاي انه ايش؟ ترانسبوز. انزل يا عمر. هاي ترانسبوز. هسا لو جينا ضربنا تو ماتريسيز راح يطلع عندي حاصل ضربهم الايدنتيتي ماتريكس، راح يطلع معاي اللي هي الايدنتيتي ماتريكس. هاي خاصيه من خصائص مين؟ من خصائص الروتيشن، من خصائص الروتيشن ماتريكس. طب بناء على الحكي هذا انتم بتعرفوا انه يوم المعروف عندنا يعني هاي ار بي اي في ار اي بي، اوكي، وار اي بي هل بقدر اعبر عنها از ار بي اي ترانسبوز؟ صح؟ هون ركزوا معي شو المكتوب عندنا هون؟ وين اللي ببين دكتور؟ لا يبين دكتور عادي يبين. طيب هي عندك القاعده بتقول لك ار بي اي في ار ايش؟ اي بي از ايكوال تو وات؟ اللي هي اي. طب تعال ار اي بي حسب اللي فوق او ار بي اي بقدر اخذها اللي هي عباره عن هاي ار بي اي في هاي شو تساوي؟ هل ار بي اي ترانسبوز؟ اوكي از ايكوال تو ار. طب تعال معي معناته هل نفس الماتريكس؟ الماتريكس في الترانسبوز تبعها يساوي ايش؟ هاي. طب تعالوا معي خلينا نرجع للينير الجبرا، متى كنا الماتريكس في شيء يطلع الار؟ هل هي في الانفرس تبعها؟ هل هو بالانفرس تبعها ولا لا يا نشامه؟ طيب معناته احنا بنعرف من اللينير الجبرا انه A في A انفرس از ايكوال تو I. معناته شو بطلع من هاي القاعده؟ معناته هل هذا الترانسبوز يساوي مين؟ يساوي الانفرس ولا لا يا نشامه؟ معناته الترانسبوز اللي عندي للماتريكس هاي هو نفسه مين؟ هو نفسه الانفرس تبع الماتريكس. وبالتالي انزل هون والايدنتيتي هي بتعرفوها يا نشامه اللي هي هون يونيتيز بال 3 باي 3 والبقيه كله زيروز. اوكي بالتالي هي بقول لك الار بي اي ترانسبوز هي نفسها الانفرس اللي هي ار اي بي، وهي خصائص بس بتكون لمين؟ للروتيشن ماتريسيز. وبالتالي زي ما حكينا قبل شوي الروتيشن ماتريسيز بنسميها ايش؟ اورثوغونال ونورمال. شو يعني اورثوغونال؟ كل رو كل كولوم متعامد مع مين؟ متعامد مع الاثنين الثانيه. هاي اورثوغونال يعني الكروس برودكت بيطلع قد ايش؟ واحد. اذا كان متعامد بيطلع واحد، والدوت برودكت زيرو. صح، دوت برودكت بيطلع زيرو. والثاني اللي هي بقول لك اللي هي اذا بناخذ النورماليتي الدوت برودكت لاي فيكتور مع نفسه بيطلع قد ايش؟ لا مع نفسه واحد، هي نورمال بحكي عن نورمال هون نورمال. بالتالي هون نقسمها اورثو ونورمال، اورثو من اورثوجنال ونورمال من اليونيتي. اوكي بالتالي هيا بقول لك الكولومز اوف ايتش روتيشن ماتريكس هاز او هاف ات وات يونيت ماجنيتيود، هاي تمثل مين؟ النورماليتي. اوكي نشامه، بينما الاورثوجناليتي، اوكي نشامه الاورثوجناليتي انه ايش؟ الكولومز اوف روتيشن ماتريكس ار اورثوجونال او بيربنديكولار تو ايتش اذر. واضحه نشامه ولا لا؟ They are
هي اورثوجونال تو ايتش اذر، وبالتالي اورثو نورمال، النورمال بتيجي من اليونت ماجنيتيود، والاورثوجوناليتي بتيجي من انه اي يعني يوم تيجي تحسب اي واحد من اللي هي الكولوم فيكتورز اللي عندك. مثلا اطلع يا عمر، اطلع فوق كمان، اطلع اول روتيشن ماتريكس مثلا، اطلع اطيب. هاي لو قلنا اكس بي اي اليونت هذا، يوم تيجي تحسب له الماجنيتيود يسوي له الدوت برودكت، انت قاعد تضربه بنفسه صح؟ هذا شو بده يطلع معك؟ واحد. ولو اخذنا الثاني بده يطلع كمان ايش؟ لو اخذنا الماجنيتيود تبع الثاني واحد، وللثالث واحد. اوكي نشامه؟ طيب هسه نيجي شو معناته الاورثوجوناليتي؟ لو قلنا اكس بي اي اليونت دوت واي بي اي اليونت فيكتور، شو بيساوي هذا؟ زيرو. هذا زيرو، هو قلنا هيو قاعد تضرب الاثنين ببعض، مش قلنا كل واحد منهم اورثوجونال تو ايتش اذر؟ هذا بده يطلع عباره عن زيرو. ولو ضربنا الاكس بي اي يونت مع مين؟ مع الزد بي اي، شو بده يطلع؟ زيرو. اوكي نشامه؟ وبالتالي كل واحد من الكولومز ومن الروز هو عباره عن ايش؟ بيربنديكولار وذ الاذر تو. واذا بتاخذ الماجنيتيود تبع كل واحد عباره عن ايش؟ عباره عن واحد. طيب اذا بدك تتاكد ارجع للروتيشن ماتريكس، الماتريسيز اللي قبل شوي اشتقيناها ار اكس وار واي ايش؟ وارسل وطبق عليهم هذول التورز وتاكد ايش في غليلك. اوكي نشامه؟ تاكد انك اعمل، مش قبل شوي قلنا الماجنيتيود مبين لكل رو او كل كولوم، هاي افترضنا عليه النورماليتي، بس بيظل انك تعمل ايش؟ الاورثوجوناليتي. الاورثوجوناليتي تعال اضرب اي واحد بالثاني راح يطلع معك زيرو. واذا بدك هسه تضرب على السريع ارجع يا عمر، ليش ضايق؟ شوف لسه في 26 دقيقة. اوكي ارجع بضل على الار اكس وار واي وار زد. تعال معي يا شباب اضرب اي تو روز من اي ماتريكس مع بعض او اي تو كولومز، شو بيطلع معك؟ زيرو. هل بيطلع زيرو؟ حدا يطلع لي حاصل ضرب اي تو روز او اي تو كولومز يطلع من زيرو، بعطيه خمس علامات. طلع لي يلا خمس علامات على هون على دوين، بدنا نسوي حسبة. اضرب يا شباب، هذا طبعا لو تضربه مع الثانيين مبين انه زيرو صح؟ تعال على هذا، مع هذا زيرو، مع هذا بتصير بصير شو بصير يا شباب؟ بصير عباره عن بغير بعض صح؟ طيب وهذا اوريدي بكون وصلنا له وغطينا كل الحالات. طيب تعال على مين؟ على الروز. الروز هذا عباره عن هذا مع هذا زيرو، مع هذا زيرو. طيب هذا مع هذا برضه بيعطيك ايش؟ بيعطيك برضه زيرو، وبالتالي كله بينطبق على كل الروتيشن ماتريسيز هذول، انه اي الماجنيتيود تبع اي رو او تبع اي كولوم بيطلع قد ايش؟ يونيتي، وهذا هو مفهوم النورماليتي. واي حاصل مالتيبليكيشن دوت برودكت لمين؟ لا اي تو روز او اي تو كولومز بيطلع ايش؟ بيطلع زيرو. هذا مفهوم الاورثوجونال. اورثوجونال يعني ايش؟ بيربنديكولار او متعامل. انزل يا عمر. هسه بدنا نتعامل مع الروتيشن ماتريكس ار بي اي اللي قلنا اكس بي اي واي بي اي وزد بي اي از ا ماتريكس اوف وات؟ اوف 9 اليمنتس. وقبل بنحكي عن ار بدنا نعطي الاندكس تبعنا هون للاليمنتس في النيوميريكال. كنا ناخذ مثلا ماتريكس اي، كنا نقول اي كابيتال الماتريكس نيم، كنا ناخذ اي 1 1 اي 2 2 هون بنعطيهم ايش؟ R. نعطينا R 1 1 1 2 1 3 وهالمجرة. وضحت الإشامة؟ بالتالي جينا أخذنا الماتريسيز الإليمنتس تبعتنا اللي هن الناين إليمنتس هذول. وهي أول كولوم عندي اللي هو هي يمثل إيش؟ إكس بي إيه. والكولوم الثاني واي بي إيه. والكولوم الثالث شو يمثل؟ زد بي إيه. واضح لحدهم؟ طيب
معناته يا نشام بناء على الحكي هذا هل بقدر اولد 6 equations من الروتيشن ماتريكس هاي؟ ايش هن؟ اول شيء انزل يا عمر بس خليه هون. اول شيء 3 normality او unity values equations ايش هن؟ انزل اللي هي الماجنيتيود تبع اكس بي اللي هي اكس بي دوت اتسلف اوكي اللي هي سكوير روت ار 1 1 ار 2 2 ار 3 1 ار 2 1 ار 3 1 يساوي قديش؟ 4. والماجنيتيود تبع السكند كولوم يساوي قديش؟ 4. والماجنيتيود تبع الثيرد كولوم برضه اللي حاصل دوت برودكت مع نفسه صح؟ برضه يساوي ايش؟ 4. هذول الثلاث ايكويشنز تبعات منين اشتقيناها؟ من مين؟ من لا من النورماليتي من النورماليتي. طيب انزل هسه بدنا نروح للاورثوغوناليتي. الاورثوغوناليتي هيا اكس بي اي في واي بي اي اللي هي بنيجي بنضربهم بتعرفوا دوت برودكت للفيكتورز بتعرفوها بتضرب اللي هو الاكس او الاي دايركشن مع بعضه والجي دايركشن مع بعضه والكي دايركشن مع بعضه بتعرفوه اوكي دوت برودكت اوف تو فيكتورز يو مثلا لو كان اي اي جي او اي جي بلس بي كي بلس سي مداري كي تضرب اللي هي تبعات معاملات الاي مع بعض معاملات الجي اللي بالسكن معاملات الاخر واحد اللي هو الكي مع بعض بالتالي حتى نشوف هون اللي شايف ضربنا اللي هي يعني اطلع فوق يا عمر على الماتريكس هيا بتضرب هذا في هذا وهذا في هذا وهذا في هذا اوكي بيطلع معك اول ايكويشن الايكويشن الثاني هذا في هذا بلس ذس باي ذس بلس ذس باي ذس والايكويشن الثالثة وضحت يا نشام هذول هن عباره عن بيطلع معك 3 ايكويشنز تبعات مين انزل يا عمر اللي هي هي هن اللي هي الاورثوغوناليتي هذا شو لازم يكون زيرو هسه يا نشام بناء على هذا الروتيشن ماتريكس قلنا فيها هاو ماني اليمنتس 9 elements وانا عندي ال normality والorthogonality conditions بعطيني قديش؟ 6 بعطيني 6 conditions معناته انا عندي 6 conditions او 6 equations اوكي with 9 unknowns with 9 unknowns معناته system شو ماله؟ 6 ركزوا معي عندي انا ايش يا نشامة؟ عندي 6 equations with 9 unknowns السيستم شو ماله؟ underdetermined ولا لا؟ underdetermined معناته ايش؟ infinite solutions معناته لو انا اجيت قلت لك يا نشم ايوه keeping in mind the orthogonality and normality conditions اللي عندنا اوكي كيف بقدر انا اولد MATLAB program Python program حيث انه وشو لازم اساوي حتى اطلع valid 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 rotation matrix تفضل زي ما حكيت لك اعمل ديبندنت على فاريبلز اتوقع الفاليد تكون الفيرست بوزيشن واول شيء تكون التاركين تو مع بعض كيف؟ تكون اول شيء تكون فاهم التاركين مع بعض لان الفيرست اكس والفيرست بار والفيرست زد هم هذول يكونوا عندهم فاريبلز وفاهم يبقى انا بحكي عن كيبنج ان مايند بحكي هون كل شيء عن مين؟ اطلع يا عمر انا هسه كل شيء بحكي عن وين انزل انا قصدي اطلع اطلع بحكي عن هاي الماتريكس هاي الماتريكس اشتقينا منها يعني افترض انه الارز عندي unknowns افترض انه الارز عندي unknowns اوكي انا عندي 9 unknowns ومن الاورثونورمال كونديشنز اشتقيت هاو ماني ايكويشنز 6 بالتالي السيستم اندر ذا كيرف لو جيت قلت لك يا نشم هاي مشكله شو لازم تساوي حتى تحل لي اياه وتطلع لي دائما valid rotation matrix تستخدم لي البروجرامينج وبعدين تيجي تحل لي اياه تفضل في عامل ريدكشن للاوردر تبع افترض ثلاث فاريبلز عندي اوكي بعدين عادي بس كيف ان مايند مش كامل الشروط تبع النورماليتي والاورثوغوناليتي طيب هسه حتى شغلك صح تاخذ على كمل معاه يعني على سبيل المثال شو الشروط اللي لازم تفترضها على الثري فاريبلز او وين اللوكيشنز تبعاتهم هاي قدام كبر يا عمر عشان ما يقولكيش مش شايف كبر 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 هاي سويها قد الشاشه هاي هي الماتريكس تبعتك اوكي ايوه بدي تقول لي هذا وهذا وهذا مسموح هذا وهذا لا
بدك تعطيني بين بوينتنج يعني بروسس كامل عشان انا اقطع كمان. بس انا بقدر احطهم في نفس الكرم. يعني بتقدر تيجي تقول هون كل الراندوم فاريبلز هون؟ بس بدي يكونوا السكوير روت اللي هم مجموعهم. طبعا معناته صار ما بتقدرش تحط الراندوم. ما بدك اعطيني شيء غريب. جاوبني جواب اعطيني شيء اللي يكون فيري اكيوريت. واحد قاعد بحكي دوزان ما بتقدر تفترض باي راندوم، مش كل البوزيشنز تقدر تعبيها. اوكي ذيس از وان اوبشن. غيره اذا بعطيني الاوبشنز كان ذات بنطق كمان على هذا. بتعطيك الميكروفون. هاي واحد اللي ديجونال غيره. لحظه ديجونال، هل انت قاعد بتلعب على 3 كولومز و 3 روز؟ بالتالي هل قاعد بيستلم ناحيتك لواحد؟ معناته ستيل كل الروز وكل الكولومز قاعد تقدر تطلع منهم فاليوز لتحقق مين؟ لتحقق الاورثوغوناليتي والنورماليتي، واحد بحكيه ولا لا؟ طيب شو غير هذول؟ تفضل. واحد اثنين واحد ثلاثة اثنين ثلاثة والعكس للترانسبورت. قصدك هذول؟ هذول الثلاثة والثلاثة اللي تحت. اوكي. طيب كونك جاوبت اثنين وهو جاوب واحد بعطيك العلامة وانت بتتنازل على عن 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 تنفي العلامة له ولك علامة قاعد بتشوفهم؟ شايفهم. اوكي بس سجل مش اتذكر. هسه ادريس ليش له علامة؟ مين؟ لا ادريس علامة. مروان علامة ودري ما بديش على اسماء خلص اصفر ولبس الجيش. وشو اسمه؟ نواف. انا اخذت المحاضرة وما ادري. مين جاوبك؟ هم الثلاثة بتوع لا ما شلون خلص ما كمل تنازل عن تلف علامته ل شو اسمك؟ ادريس. وانت شو اسمك؟ مروان. اوكي. بالتالي هون يا شباب عندي ثلاث خيارات، يعني لو اختار اي رو كامل او اي كولوم كامل راندوملي هل عبارة عن شو المشكلة اللي راح اواجهها؟ نورماليتي راح تطلع تحط لي 0.9 0.7 و 0. مثلا 1 تعال احسبها قديش امل بيس انه يطلع بالجنة؟ هل امل بيس بتطلع بالجنة انه ايش؟ انه تطلع من واحد؟ لا ما في مجال. بالتالي لازم تترك للالجوريثم تبعك الحرية. بالتالي عندك ثلاث خيارات لا رابعة لهما انك ايش؟ اطلع لي فاليد روتيشن ماتريكس. الشيء هي انك اما دايجونال بالتالي بتشتغل هون على مبدا تفرق عدمهم بين القبائل. انا هون وزعة على اول رو ثاني رو، يعني هذا افضل سيناريو. اول رو ثاني رو ثالث رو، اول كورم ثاني كورم ثالث كورم، صح. بينما السيناريو الثاني اللي هي يا ما بختار اللي فوق يا ما بختار اللي تحت. وبالتالي هون يوم اختار اللي يلاحظ يوم اختار اللي هون هذا فري. اوكي بس هون يا شباب بدك تدير بالك انه هذول الاثنين برضو ايش؟ بلكونينش عباره عن مجموعه اكبر من ايش؟ اكبر من واحد. يعني هذول الاصل يا شباب مش تختار اياها فيري لارج نمبر، يعني بده يكون سيلينج ليميت افترضوا بالبروجرام تبعك. اوكي يا شباب افضل سيناريو هو عباره عن هذا. اوكي اما هذول وهذول يا شباب عبارة عن بدك تكون بالذات اللي هن يوم تختار تو إليمنتس بدك تختار انه ايش؟ الثالث ما يكون في عليه مشاكل. اوكي؟ حتى لو اي ثينك لو اخترته ما بأثر. بس مهم ما يكونش فوق اللي هو لو لا ممكن يسبب مشاكل. لازم تفترضوا فيه له سيلينج ليمتس، بس افضل حل اللي هي ايش؟ اللي هي الدايجونال اللي موجود عندنا. هسه يا شباب اي واحد او اول واحد بيسلمني ماتلاب بروجرام في ايش؟ حلها يعني بيقول لي ايش يا نشامه؟ بيقول لي هاي الشاشه قدامك اوكي اختار لي وين الالمس اللي بدك اياهن اوكي وبطلع لي ايش؟ انا باجي بختار الالمس بدخل الفاليوز او بقول له هو اختار الفاليوز اوكي وبعدين بيروح بغيب وبحل لي وبحقق الاورثوغوناليتي والنورماليتي لكل الروز والفيكتورز. اول واحد بيحل لي اياه بيجيب لي اياه هيك مع جي واي مرتب له ثلاث علامات وجود. ثلاث علامات وجود واضح يا نشامة؟ ها اول بونص عشان تعلن لي اياه تحط اياه من ضمن البونصات بروجكت سياهم. واضح يا نشامة؟ واضح شو المطلوب؟ بدي برمجه لهذا الحد انه بدنا نفترض الثلاثه اللي حكينا عنهم اوكي سواء اللي اب هون او دايجونال اوكي يا نشامة والبقية شو مالهم؟
البقيه بدك تستخدم ال 6 equations حتى ايش؟ حتى تطلع. طب هون بدك تستخدم مين؟ بدك تستخدم ايش؟ حتى تطلع نيوتن راسل. ايوه بنستخدم نيوتن راسل ميثود. عشان هيك قلنا لك يا حبيب الدار طولت المشوار شو؟ قلنا لك بأول محاضرة بدك تكون بلبل وين؟ النيومانيكال. النيومانيكال اللي عبارة عن مصيف الغور اوكي نجامة صار حول رب راعيها راح ايش؟ راح يتمشكل معاي. بالتالي النيومانيكال والبروجرامينج هذول عبارة عن هن الأساس اللي عندي بالمهن اوكي نجامة. بالتالي برمج أعطيني حيث انه يطلع الفاليو وبدي تعمل لي فيريفيكيشن تقول لي فعلا هاي الروز والفورمز عليهم كلهم عباره عن وضعنا كله صح. فبالتالي ثلاث علامات لاول واحد بيشتغلهم جي او اي بجيب لي اياه مرتب فاليديتد كوركتد وضعه تمام ومبارك عليه ثلاث علامات. واضح يا هشام خلصت؟ لا لسه دكتور. طيب 10 دقيقة انزل. سبعة انت ساعتك ولا ساعة الكمبيوتر؟ ساعة الكمبيوتر. طب عدلها. لا هي صح. لا انا فاني على كل انت اللي مشفت. هاي فقرة هاي اللي خلصناها صح؟ يس كنا نحكي عنها يس. اوكي طيب يا هشام القاعدة الثانية بقول لك لو سوينا روتيشن اباوت اني اكسس وذا ان انجل اوف ثيتا بالكلوك وايز دايركشن اللي هي نيجاتيف هاي نشامه اوكي بتكون ايكوفالنت للبرفورمانس اوف ذا روتيشن بالكاونتر كلوك وايز بس ايش؟ نعمل اكستشينج لمين؟ للفريمز. لاحظ هون عندي انا بي اي ثيتا صح؟ هون جيت لفيت ماينس ثيتا شو لازم اسوي؟ لازم اعكس هذول يعني لما تعكس الثيتا اعكس مين؟ تعكس الفريمز معها بيطلع نفس الزاوية مع الأوريجينال ثيتا والأوريجينال فريمز. وضحت؟ وضحت إن شاء الله. هاي القاعدة الثانية تبعت روتيشن. إذا كانت عندك روتيشن ماتريكس ار بي أباوت أني أكسس هون اليو ممكن يكون إكس أو واي أو زد من الثلاثة اللي حكينا عنهم بس حاطين لك اليو حتى ما تقول ليش والله بس إكس يعني يو ستاندز فور يونيفرسال أكسس أني ون أوف ذا ثري. بالتالي هون ممكن عبارة عن أخذنا روتيشن بي أو with respect to A about any of the three axes with an angle of theta. هذا equivalent لمين؟ لو أخذنا rotation with negative sign اللي هي بالclockwise دائما قلنا negative بالclockwise about ايش؟ اللي هي الفريمز بس بعد ما نعملهم ايش؟ flipping أو exchange bait. طيب انزل. طيب يا نشام هون قل لك BA U ثيتا هل تساوي BA U ثيتا للماينس ثيتا والترانسبوز؟ صح؟ شنو الترانسبوز شو قلنا؟ شو عادل الانفيرس؟ يس اوكي نشاهد. بالتالي ما هي نفسها هاي بدها تصير BA او AB وبالتالي هيها ترانسبوز بتصير هي نفس الثيتا من القاعدة قبل شوي. بالتالي ما جبنا اشي جديد ما جبنا اشي جديد على هاي اللي هي ايش؟ القاعدة. طيب اخر شيء applying the transpose operation for the given rotation matrix is equivalent to applying اللي هي الانفيرس نفس الشيء اللي هي زي ما حكينا اللي هي transpose is equal to what the inverse انزل. ايوه هاي مهمة جدا هاي القاعدة مهمة جدا بقول لك لو اجينا اوكي يا نشامة بالراحة. اوكي. لو جينا عملنا كاسكيدنج لروتيشن ماتريسيز. كاسكيدنج لروتيشن اوف ماتريسيز. اوكي يا شباب. لاحظ هون في عندي روتيشن اباوت يونيفرسال اكسس كلياتهم بلفن حول نفس الاكسس. ولكن شو القاعدة اللي بدها تربطها، لاحظ هون، أول روتيشن B with respect to A. يعني two frames B with respect to A. الثاني C with respect to the previous اللي هو B. ومشينا فيه بهاي الجرة، شو اللي بدي أوصل لك إياه؟ يعني إنه بكون النكست اللي هي
الريفرنس هو نفسه الروتيتنج اللي هون. لاحظ هون ام ام اوكي نشام، هاي ام هاي ام، هون بي بي. وبالتالي بالحالة هاي اذا كانت مثلا لو كان عندك، لو بدك تكتب لك على اللوح هون مثلا ا بي اي ار سي بي ار دي سي ار جي دي، هاي كلياتها لاحظوا كلياتها حول نفس الفريم مثلا اكس 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 اكس. اوكي هاي شو بتيجي بتقول؟ هذا مع هذا بيطير وهذا مع هذا، يعني قاعد بقرب لك. اوكي نشامه، وهذا مع هذا بيطير، شو بتصفي بالنهايه؟ بتصفي ايش نشامه؟ الروتيشن اوف جي وذ ريسبكت تو وات؟ ايه. بس شو بدك تساوي؟ بدك تجمع كل الزوايا كون يساوي حول نفس الروتيشن اكسس. واضحه نشامه؟ واضحه هون؟ بالتالي هي الروتيشن اكسس يو 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 اتس فيكس. بس انا قاعد بعمل روتيشن وبقول كل مره برجع بسوي روتيشن جديد وبقول للقبل، روتيشن جديد وللقبل، روتيشن جديد وللقبل. هو ازف اني قاعد بجمعهم كلياتهم وذ ريفرنس تو ذا فيرست فريم، صح ولا لا؟ شنو قاعد كل مره برجع انا بقول هيني لفيت اوكي وقفته، بعدين لفيت ومرجعيه يمين اللي قبل شوي، وبالتالي اللي كان كاسكيد هيز روتيشن بصير الروتيشن بين اخر واحد مع اول واحد، ونجمع الزوايا كونه انا قاعد بعمل روتيشن اباوت ذا سيم اكسس. وضحت القاعده ولا لا يا نشامه؟ بالتالي ار يو ثابت هون دائما بي اي بكنسل مع بعض، وبالنهايه بصير عندي ار ان وذ ريسبكت تو اي، وبجمع الزوايا وبكون عندي اللي هي الروتيشن اكسس اللي هو اليو ثابت. واضح؟ اي سؤال يا نشامه؟ هون وقف قصت؟ اوكي خلص هون الاوردر والفيكس انجلز. اوكي الله يعطيكم العافيه ونشوفكم ان شاء الله في